دلوقتي ميعادنا مع نصايح القاروبة الجزء الرابع، باسكت الزبالة. طبعا كلنا عارفين بنرمي فيه ايه وبنحط فيه ايه والريحة بتبقى عاملة ازاي، وخصوصا لو في عيال صغيرة وفي بامبرز. يا ترى ايه الاسباب اللي بتخلي ريحة الباسكت بتاع الزبالة دايما وحشة؟ اول حاجة ودي حاجة مهمة، اللي بيخلي ريحة الزبالة وحشة انك بتحطي الزبالة بميتها، فالمية بتصفي في ارضية الباسكت فبتعمل ريحة وحشة. وعلشان طبعا نتأكد ان مفيش مية هتنزل وتعمل ريحة في الباسكت، نصفي الزبالة الاول من المية، ما نحط الزبالة بميتها خالص في الباسكت. تاني حاجة بتعمل ريحة وحشة في الباسكت، تنظيف السمك، تنظيف الفراخ، البامبرز، ورق الكرنب وعروقه. دايما الحاجات دي حطيها في كيس لوحده واربطيها قبل ما تحطيها في الباسكت، وما تبيتيهاش ابدا في الباسكت، تترمي في الزبالة الرئيسية يوميها. ازاي بقى نتعامل مع باسكت الزبالة في البيت؟ اول حاجة الزبالة تترمي كل يوم بالليل، وتشيلي الكيس تربطيه كويس وترميه في الباسكت. تاني حاجة تغسليه بعدها على طول، علشان لو اي حاجة خرى فيه ما تعملش ريحة، وتنشفيه كويس، يا تحطيه في الشمس شوية وبعدين ترجعيه المطبخ تاني، تلبسيه كيس وتستخدميه. هوريكوا بقى ازاي تخلوا ريحة الباسكت دايما حلو. اول حاجة هتجيبي فوطة مندية او مبلولة وتنضفي الباسكت كويس من بره. في ناس بيبقى الباسكت بتاعها غامق ما بيبانش فيه الوساخه، وناس الباسكت بتاعها بيبقى فاتح بيبان فيه الوساخه، فدايما بعد ما ترمي الزباله تنضفيه عشان يبقى شكله كويس من بره. وتمسحيه من جوه بعد ما بتغسليه زي ما قلنا، تنشفيه بمنديل او بفوطه. وهو بقى زي الفل من جوه. هتجيبي اي حته قطن عندك، وهنجيب زيت عطري وهتحطي فيه شويه، امسحي بقى بيه الباسكت من جوه وتسيبيها جواه. عندك باسكت صغير، اي كيس من الاكياس اللي احنا كنا بنروقها الحلقه اللي فاتت عشان نقلل حجمها تلبسيها فيه، ولو باسكت كبير احنا كده كده بنشتري اكياس زباله، وصدقيني جوزك هيدعيلك اول ما يدخل المطبخ. الباسكت دي لو هتحطيها في اي مكان في الشقه، ميزتها ايه؟ انك لما بترموا فيها ورقه ولا منديل بتبقى سهل في تنظيفها، بتشيلي الكيس تربطيه وعلى الباسكت وتحطيه على طول.